السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفات اليوم وهي طارت أو بوش أو رولي، رائع وسهل التحضير بمكونات رائعة وسهلة في المتناول وبدون فرن كذلك. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. كنحتاج عندي هنا أصابع الست أو لي بودوار، وعندي هنا 150 مليلتر من الحليب، عندي 300 مليلتر من الكريمة الخفق او كريم شانتي، لازم تكون باردة، عندي نكهة الفستق، ملعقة كبيرة من السكر الناعم، عندي هنايا بودرة مستحضر كريم شانتي بنكهة الفراولة 110 غرام، 160 مليلتر من الحليب، لازم يكون بارد باش تطلع لي الكريمة، بالعبرة كأس الشاي المغربي العنبة يكون كأس ممتلئ. نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نخفق الكريمة، كناخذ الضرب الكهربائي وغادي نوضع الكريمة السائلة اولا، كنضيف لها ملعقة كبيرة من السكر الناعم ونكهة الفستق قليل فقط باش ما كتمررش لينا الكريمة، وغادي نخفق الكل جيدا. هنايا من بعد ما خفقت الكريمة البيضاء اولا فغادي نوضعها في الثلاجة. هنايا كيما خفقت الكريمة البيضاء اولا فكناخذ الكريمة نتاع الفراولة نتاع الفريز وغادي نخفقها كذلك. انا هنايا من بعد ما خفقت الكريمة كيما كتلاحظوا طلعت لي تماما، غادي نوضعها في الثلاجه كما وضعت الاخرى، غادي نخليهم يبردوا لي تماما وغادي نمروا معكم باش غادي نكملوا. انا هنا كناخذ لي بودوار وكناخذ الحليب غادي نوضعهم جانبا، وكتاخذوا شي بلاطو، كتاخذوا بلاطو او طبسيل او اي حاجه عندكم بهذه الطريقه هذه، وكتوضعوا فيلا ليمونتير كما كتلاحظوا هنايا، انا غلفت الظهر ديالو فيلا اليمونتير بهذا الشكل هذا. كناخذ لي بودوار نتاوعي والحليب كذلك، وغادي نبدا نفزق في لي بودوار نتاوعي بهذه الطريقه هذه، ونوضع في الطبسيل نتاعي اللي راني غلفت، وهذا الوجه هو اللي يجي لتحت، حاولوا انهم يجيو مقادين بهذا الشكل هذا. لي ما كيبغيش الحليب يدير القهوه، يعني اي حاجه متوفرة عندكم ماشي بالضرورة الحليب، وكنلاصقوهم بهذه الطريقة هذه، وكنوضع بهذه الطريقة هذه في هذه البلاصة. انا هنايا بعد ما كملت الكمية كاملة بنفس الطريقة كما كتلاحظوا، فغادي نخليه لمدة 15 دقيقة حتى كيفزق مزيان، وغادي نكمل معكم. وهنايا كما لاحظتم بعد ما شرب لي لي بودوار نتاعي مزيان، كناخذ الكريمه وكنوضعها في جيب الحلواني. هنايا كل واحد درتو بوحدو، درت نكهه الفراوله بهذا الجيب هذا، والكريمه البيضاء وضعتها في هذا الجيب هذا. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذ الكريمه البيضاء كندير خطوط طويله تكون بهذا الشكل هذا، كناخذ الكريمه نتاع الفراوله كندير خط بهذا الشكل هذا، غادي نقرب نوري بهذه الطريقه هذه، غادي نستمر انا على بنفس الطريقه. فهنايا بعد ما كملت الكميه كامله بنفس الطريقه فكناخذ فيلا ليمونتير اللي راني لويت النصف ديالو، كنحاول انني نرولي بهذا الشكل ديال سويسرول بهذا الشكل هذا، كنعاود انني نلوي دائما، ثبتوا بهذه الطريقه هذه الفيلم اليمونتير، نعاود نرولي. فانا هنايا بعد ما روليتها بهذه الطريقه هذه وزيرت عليها، غادي نخلي بالفيل اليمونتير خليها مروليه بهذه الطريقه هذه.
حاولوا انكم فاش تكونوا كدوروا تزيروا يديكم باش كيتثبتوا لكم هاد لي بودوار نتاعكم. والان غادي ندخلها للثلاجه حتى تتشد لي تماما راسها وعاد نخرجها ونزينها. انا هنايا من بعد ما وضعتها في الثلاجه خرجتها على ما شدات راسها الكريمه وخرجتها من الثلاجه وضعتها مباشره في الطبسيل ديال التقديم. وهنايا غادي نزينها، هناخذ الكريمه غادي نغطيها كامله بالكريمه. وهنايا من بعد ما قديت الرولي ديالي بالكريمه في الجوانب كذلك بهذه الطريقه هذه غادي نزيد كناخذ رقائق اللوز او اللوز ايفيلي وغادي نزين به الجوانب بهذه الطريقه هذه. كناخذ القليل ما بين يديا بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا وغادي نبدا نلصق بهذا الشكل هذا. كما لاحظتوا بهذا الشكل هذا كنلصق، كما لاحظتوا كنزين بهذا الشكل هذا في الجوانب. وتزين كيبقى اختياري مش ضروري اللوز ايفيلي، يعني يمكن لكم تبدعوا شوكولا نتاع كوكيز. في الاخير من بعد ما كتوضعوا الجوانب بهذه الطريقه هذه كتزينوهم برقائق اللوز كتضغطوا جيدا على الجوانب بهذا الشكل هذا باش كيتثبت اللوز كيبقاش كيطيح. انا هنايا من بعد ما دخلتها للثلاجه تبردت لي تماما هي والكريمه اللي وضعت في الجيب الحلواني. وهنا تاخذوا اي بوق متوفر عندكم في الزواقه اللي بغيتو الشكل اللي بغيتو. وهنايا انايا بالنسبه للكريمه درت نص د الفراوله ونص ابيض باش تعطيني شكل مختلف. هنايا غادي ندير وريضات بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا، يعني كيخرجوا كتخرج ورود مزخرفه بهذه الطريقه هذه. وانتم كتقدوا تشكلوا اشكال تكون مختلفه ماشي ضروري نفس الشكل، كتجي مزينه بهذا الشكل هذا وكتجي اشكال رائعه. هنا في الوسط غادي ندير ورود فقط بهذا الشكل هذا. كتجي بهذه الطريقه هذه وهادو بحال العريشات نتاع الورده. وهنا في الاخر كناخذ الكرز وكنوضعو بهذا الشكل هذا وكتجي رائعه. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع التورته اللي حضرت معكم اليوم، كتجي رائعه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. غادي نوري الشكل ديالها من الداخل وكيجي هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي رائعه وسهله في التحضير وبدون فرن. فإلى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.